معانا تليفون مهم جدا مع طبعا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. هنتكلم عن كمان زي ما اتكلمنا في الانترو على تذاكر المباريات، طرح التذاكر كمان هيبدا امتى، لان كل الحقيقه كل الجماهير يعني مستنيه طبعا انها تخش وتاخد التذاكر للحضور يوم السبت. دكتور سعد مساء الخير على حضرتك، وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم. مساء الخير يا كابتن هاني، ومساء الخير كابتن عمرو، ومساء الخير كابتن هيثم. كل سنه وحضراتكم طيبين، وجماهير الاهلي كلها طيبه، وكل شعب مصر بخير وبصحه وسعاده. كل سنه وحضرتك طيب، واخبار دايما سعيده بيزفها النادي الاهلي لجماهيره. بدات يمكن من يومين ثلاثه بساعه 50,000 طبعا من جماهير النادي الاهلي يكونوا حاضرين باذن الله يوم السبت، كمان على مستوى اسعار التذاكر و يعني التذاكر المطروحة بجميع درجاتها من الدرجة الثانية للثالثة للأولى للمقصورة. الحقيقة مجهود كبير جدا يا دكتور بتقوم به الإدارة، وحضرتك كمان ليه طبعا إسعاد جماهير النادي الأهلي وتسهيل كمان وصولهم للاستاد والتواجد الكثير والممتلئ بإذن الله بخمسين ألف متفرج. يعني خليني يا كابتن هاني نبدا في البدايه طبعا الشكر الجزيل لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. في الحقيقه كان عندهم رغبه يعني حثيثه ان جمهور النادي الاهلي يبقى موجود ورا فرقته ويشجع فرقته، لان دائما جمهور النادي الاهلي كان بيلعب دور كبير جدا في كل انتصارات النادي الاهلي منذ انشائه 1907، واحنا يمكن شفنا ده بصوره واضحه خلال العام الماضي لما كنا بنلعب في البطوله الافريقيه، وقد ايه أندية القارة الأفريقية الجمهور كان بيلعب دور معاها كبير جدا، واحنا يمكن كان العنصر ده في الفترة اللي فاتت كان موجود بصورة يعني صغيرة، مش الصورة اللي تعكس قوة جماهير النادي الأهلي والحضور الجماهيري الكثيف اللي كان بيتمتع بيه النادي الأهلي، واللي كان بيلعب دور حفز اللعيبة إن هم يحققوا. وأنت حضرتك وكابتن عمرو وكابتن هيثم كلكم شفتوا الجمهور ده وشفتوا قد إيه كان بيبقى دافع بالنسبة لكم جوه الملعب، وكان حماسه بيبث الحماس ده في كل اللعيبه، وكان بالتالي بتحقق نتائج كبيره، وده كان سر كبير من البطولات بتاعه النادي الاهلي. فكنا حريصين، مجلس الاداره في الحقيقه كان برئاسه الكابتن محمود حريص ان يبقى في خطوه ايجابيه في هذه المباراه، وبالفعل كللت هذه الجهود في الحقيقه بالنجاح، وكان في المؤسسات الوطنيه كان لها استجابه لطلب النادي الاهلي وان يبقى في حضور جماهير كبير. وبالفعل وزاره الداخليه مشكوره سمحت لنا بحضور 50,000 متفرج داخل استاد القاهره، ودي كانت الخطوه الثانيه ان احنا الحمد لله تعاوننا ايضا مع كل المؤسسات الوطنيه زي شركه السادات ايضا اللي تعاونت معانا في ان احنا ننقل المباراه من استاد الاهلي بيت السلام الى استاد القاهره، نتيجه لرغبه النادي الاهلي في ان يبقى في عدد كبير من الجماهير بتشجع فريقها، وده ايضا بنوجه لهم الشكر الجزيل. دي كانت الخطوه رقم 2. كمان رحنا للخطوه رقم 3، يعني تعاوننا مع هيئه استاد القاهره على اساس ان هي تجهز الملعب بصوره سريعه، لان كان في احتفال كبير في حضور فخامه استاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي تمت عمليه الصيانه، وان شاء الله يوم 1 ابريل يكون الاستاد في صورته اللي بتبقى محل فخر لكل المصريين. دي كانت الخطوه رقم 3. ثم جت بقى الخطوه رقم 4 في الحقيقه، وكان عندنا لجنه المباريات كانت موجوده فيها كل معظم اعضاء مجلس الاداره في الحقيقه كانوا مشاركين في هذه اللجنه، واللجنه الحمد لله بذلت جهود ايضا كبيره في ان هي تتعاون في ان احنا نوصل لاسعار تذاكر تكون في مستوى قدرات معظم جماهير النادي الاهلي، وبالتالي كانت اسعار التذاكر 50 جنيه للدرجه الثالثه، 60 جنيه للدرجه الثانيه، ثم 200 جنيه للدرجه الاولى، و 600 جنيه للمقصوره الاماميه، واعتقد ان دي ايضا كانت اسعار مخفضه بحيث ان احنا نقدر نساعد جماهير النادي الاهلي ان هي تحضر بالشكل الذي يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي ايضا وجماهيره. الحاجه الثانيه الحمد لله احنا النهارده كان عندنا ايضا اجتماع امني مع القيادات الامنيه الخاصه بوزاره الداخليه، وتم تحديد اماكن وبوابات الدخول عشان نقدر نعلنها ونسهل على جماهيرنا اماكن الدخول. المقصوره الاماميه والدرجه الاولى يمين والاولى يسار ان شاء الله هيكونوا من بوابه ال رزان، الدرجه الثانيه ان شاء الله يبقى من الباب البحري بجوار دار المدرعات، الدرجه الثالثه يسار هتكون من الباب البحري اللي هو بجوار دار المدرعات المستجد. ده كان بالنسبه لنا. ثم الباب الاسي هيبقى بالنسبه للدرجه الثالثه يمين، وده ان شاء الله هيكون بوابات الدخول عشان تبقى معلنه من دلوقتي، يبقى الجمهور عارف
ايضا تذكرته، سواء كانت درجه اولى سواء درجه ثانيه سواء كانت مقصوره امامية، يقدر يخش منين عشان نمنع الكثافات الكبيره امام البوابات، ونيسر على جماهيرنا ان شاء الله في هذا الشهر الكريم ان هم يتواجدوا بشكل فيه راحه وفيه ايضا سهوله ويسر للدخول. ده كانت الحاجه رقم 4. عندنا كمان حاجه مهمه قوي، ان احنا ان شاء الله باذن الله البوابات سوف يتم فتحها من الساعه 4 وسوف يتم غلقها الساعه 8. فمن خلال منصه حضرتك ومن خلال البرنامج الموقر احنا ايضا حريصين ان احنا ندعو جماهير النادي الاهلي ان هي تتواجد في الاستاد مبكرا عشان ما نعملش كثافات في قبل بدايه المباراه ويكون في ازدحام. من حابين ان هم يروحوا ان شاء الله من بدري ويستمتعوا باجواء المباراه. الجزء الخامس ايضا احنا طبعا في النادي الاهلي في الحقيقه عندنا مهمه كبيره جدا جدا، ان احنا عايزين نستعيد كل جمهورنا ان شاء الله فيما تبقى لنا من مباريات هذا الموسم، وايضا اذا في حال توفيقنا ان شاء الله ونتمنى التوفيق للاعبتنا وتحقق النتيجه المرجوه عشان ان شاء الله نقدر نستكمل باقي مباريات البطوله الافريقيه بهذا العدد الكبير من الجماهير العريضه اللي بتلعب دور رئيس في حفظ اللاعبين داخل الملعب. ده مهم بالنسبه لنا، عشان كده احنا واثقين جدا في جمهورنا وعارفين جمهور النادي الاهلي كويس، وان جمهور النادي الاهلي هو دايما السند وهو دايما اللي بيساند النادي الاهلي وهو دايما اللي بيحافظ على قيم النادي الاهلي وهو دايما اللي بيعكس الشكل الحضاري لجماهير كره القدم المصريه داخل المدرجات، وبيشجع التشجيع المثالي اللي الناس كلها بتبقى فخوره بيه، وده احنا كلنا ثقه بان ده ان شاء الله هيحصل. ودي زي ما بنقول احنا في النادي النهارده في اللجنه الموقره لجنه المباريات كنا حريصين ان يبقى عندنا مبادره كريمه، ان فرصتك في ايدك فرصتنا في ايدنا، يعني احنا اللي هنمتلك امام المبادره في ان احنا نقدر نستعيد جماهير كره القدم المصريه مره ثانيه داخل كل الاستادات المصريه عبر جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيقدم المثل والقدوه لكل جماهير كره القدم المصريه باعتبارها الشريحه الاكبر في مشجعي كره القدم. الرساله الثابته يا كابتن هاني زي حضرتك سمحت لي وضيوفك الكرام، احنا كمان بندعو جماهير النادي الاهلي ان هي تحدث الفان اي دي اللي معاه فان اي دي من الموسم الماضي يحدثه عشان يقدر يخش المباراه، واللي ما استخرجش الفان اي دي ايضا يبدا يستخرج الفان اي دي عشان يبقى عنده فرصه لحضور المباراه، لان طبعا من فتره كبيره احنا يمكن ما كانش عندنا الحضور الجماهيري الكبير دوت. وبالتالي الفان اي دي ده عامل رئيسي شرط رئيسي في ان الناس تبقى متواجده داخل المباراه. كمان بندعوهم ان طبعا احنا عندنا برضو ثقه كبيره ان هيبقى في التزام ان شاء الله من الجمهور بكل التعليمات بتاعه المؤسسات الامنيه سواء كان الامن اللي من وزاره الداخليه او سواء كانت الشركه المنظمه اللي بتبقى موجوده الشركه الافريقيه او الامن الاداري ان شاء الله اللي بيبقى موجود عندنا في النادي، بنستجيب لكل التعليمات اللي كمان بتبقى الهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على امن وسلامه جماهير النادي الاهلي اللي في الحقيقه احنا عندنا استعداد نبذل كل غالي وثمين، لانهم هم اللي بيضحوا وهم اللي بيسافروا ورا الفرقه وهم اللي بيقدموا كل شيء من اجل تشجيع ومسانده لاعيبه النادي الاهلي. ونتمنى ان شاء الله يكون عندنا التوفيق، يا رب يكون عندنا التوفيق ان شاء الله لتحقيق طموحات جماهير النادي الاهلي. دكتور سعد الشلبي طبعا بنشكر حضرتك، انت وفيت كل حاجه، احنا كان عندنا اسئله الحقيقه كتيره، بس ما شاء الله دكتور يعني معهود على حضرتك دايما نظمت كل حاجه، اديتنا كل التفاصيل حضور امتى والدخول من اني بوابه واسعار التذاكر، اكيد دي حاجه كويسه جدا. وبنشكرك دكتور سعد الشلبي طبعا مدير النادي، وبنشكر حضرتك على كل المعلومات المهمه وكل البيانات المهمه اللي كان جمهور النادي الاهلي محتاج يعرفها. دكتور سعد الشلبي بشكرك شكرا جزيلا.